لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعزي اليوم أنفسنا وإياكم باستشهاد زميلنا البطل مهند وميض القيسي بفعل الاعتداء الغادر الجبان الذي طال ساحة الحرية في النجف الأشرف يوم الأربعاء المصادف 5/2/2020. وإننا إذ نذرف دموع الحزن على فقدان أحد أبطال اعتصامنا نحمل القوات الأمنية والمسؤولين في المحافظة كامل المسؤولية، فنتيجة تهاونهم وضعفهم وتملصهم من واجبهم أريقت الدماء الزكية على أرض سوح التظاهر من قبل جماعات أقل ما توصف به هو الجبن والغدر والتبعية المقيتة. وندعوكم يا زملائنا للتفكير وتذكر الهدف السامي الذي لأجله بذل زميلنا مهند رحمه الله تعالى وغيره من الأبطال الأحرار دماءهم، فقد أريقت دماؤهم لإيمانهم بالحرية وإيمانهم بالحقوق وخروجهم ضد الظلم وولائهم للوطن. لقد عاشوا أحرارا واستشهدوا أحرارا، وإكراما لدمائهم علينا أن لا ننسى من تفضنا لأجله، ولن يرتاح لنا بال حتى نكمل ما بدأناه ونحصل على الوطن الذي أراده مهند رحمه الله وغيره من الأحرار. وختاما لا يسعنا إلا أن ندعو لشهيدنا مهند وكل الشهداء الأبرار بالرحمة والمغفرة، ونسأل الله تعالى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونسأله تعالى أن يوفقنا للوفاء لهم.